تكلمت عن العرض كثير بدأت مقاطع لما شاف يرجع، لكن نقطة معينة ربطتها بأشياء كثيرة وذكرتها سابقا، اللي فكرة أن عادة الصغير عرض أكثر من الكبير كطبيعي، عرض طبيعي بعيد عن موضوع تعامل مع خطأ وتعامل مع صح، هذا موضوع آخر. عرض بطبيعتك الصغير أكثر من الكبير بسبب طاقته، والحصان عادة عرض أكثر من الفرس بسبب طاقته وبسبب عنفه مقارنة بالفرس. هذا يدخل في موضوع عرض الحصان للشكيمة وانت راكب بدات العسايف. ليش تاخذ العسايف والانهار الجيده متركب عليها الحكمه وسمونها التفاحه او المره او الحبل على الفم او الشكيمه او ما تركبه؟ تلاحظ انه ممكن يصب فم دم من فمه، طبعا ما تكلم عن الدم اللي هو من العشر واستعمال القوه. تكلمت سابقا عن موضوع اسباب جراح فم الحصان وبرضه ما شاف الرجال، اتكلم عن صب دم سابع عض الحصان للشكيمه زي الطفل الصغير لما تبدا تطلع شنو هنا يعض اي شيء، تعطيه عظم، تعطيه لعبه، تعطيه اكل، تعطيه حلاوه، تعطيه حجر، الى اخره يعض. اوكي، اذا كان الشيء قاسي عض عضه لين يجرح نفسه لانه في سنقه تطلع. الحصان الصغير سنونه تو بدا تطلع وطاقته زياده، فتلاحظ نفس الحصان اللي كان يعض عضه بشكل زايد في مكان معين في الشكيمه سواء يسار او يمين سواء سنافل او بلهم، الحديد اللي تشوفه من الحصان بالغ في علقه، علقه صب دم او انجرح مو زي البشر شو يوقفه ويخاف على نفسه، يعني زياده يعض زياده. نفس الحصان ذاك كم تسحب كم تخطى مع الوقت يقلل الحركه ذي. ليش؟ السبب اللي خلاه يسوي اقل، طاقته قلت، الحصان كبر بالسن وسنونه ضعفت مقارنه باول او بالاحرى طلعت خلاص. فمن ضمن اسباب عضه الزايد للشكيمه لين يدمي انه صغير في السن وطاقته اكثر من غيره، وانه ذكر، والذكر عاده تكون عضه لها اكثر من الانثى. ليش؟ لاحظ لو كنت من نوع مثل زي ولا اركب الكرتون على الشكيمه تكون اخف، تلاحظ دائما جهه معينه من الشكيمه داخل الفم مقطوعه زياده، يعني يعضها من جثة من جهة أخرى، ثاني يسار أو يمين تلقاها محفورة حفر، الجهة الأخرى لا، يعني كعلك. طبعا حتى الكبير نفس الفكرة، بس تلقاه كبير عضة لها أقل، سنونه خلاص اكتملت طلعت وطاقته أقل. كان كبير مرة برضه كنت سنونه ضعيفة أصلا ما يعض عض قوي، لكن الصغيرة لاحظها بشكل قوي فيه، خاصة المهرة اللي هو المهرة سنونه تو طالعة طاقة زايدة وجه فاسح. تلاحظ نوع هذا من الجروح اللي هو اللي صار يعض عض الشكيمة يعني يجرح نفسه بنفسه، موجودة في الأمهار أكثر من المهرات وفي الصغار أكثر من الكبار. النوع اللي هو إنه صار يعض رافعة الشكيمة أو يعض مثلا الحلقة حق السنافل أثناء إعطائك الأمر صادف إنه كان عضها فيجرح نفسه يزلق نفسه، هذه مرتبطة بشخصية الحصان وطاقته. الجرح اللي هو من سوء ركوبه وعسرة، طبعا شرحنا قلنا بس الحصان مجروح من قوة الشكيمة أو من قوتك أنت، هذا عسر، والعسر سيؤدي لمقاومة. كمجروح قاعد ينطلق، مجروح ما قد توقف، مجروح ما يقدر يكعب الراكب، ما يقدر يكعب الحصان، يعني يصاحب الدم أو الزلغ ثقل ركبه ومقاومة واضحة، بينما الموزون تمشي على كيفك بالإصبع بحبل على الخشم أو الفم أو الرقبة أو شكيمة أسناف أو شكيمة بلهم، وصادف إنه مجروح، يعني الجرح ما له علاقة مباشرة بالراكب ولا حتى له علاقة مباشرة بالشكيمة كقوية أو كثقيلة. أما اللي جرحه من قوتها أو من عسر الراكب، الحصان لما تستعمل القوة يقاوم ويعرف إنه بيغلبك، فتلقاه هو مدمي أو هو مزلق نفسه أو جرح نفسه ثقيل ويقاوم. هذا موضوع آخر وشرحنا طبعاً قلنا، بس أتكلم عن الحصان اللي يعض عضها ويجرح نفسه بنفسه، كأنه يعلق شيء قاسي، يعلق زيادة عن اللزوم فيجرح نفسه.